اخذ برضو اتصال هاتفي اخر من رئيس نادي الاتحاد الاستاذ حمد الصنيع. مساك الله بالخير ابو حنين، واسالك مباشره على اليوم تواجدكم في مواهب مواليد المملكه العربيه السعوديه وشراكم للاعبين، والحديث على انه الاتحاد سيضع هذه الاسماء على كشوفات الانتقالات او التواجد الموسم القادم بالنسبه للاتحاد. اول شيء امسي عليكم وامسي على جميع وعلى ضيفك الكريم وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. واول حاجه يعني عبد الرحمن اتمنى لك كل التوفيق، انت انسان متالق. الله يحفظك. الاذاعه قبل كذا والان التلفزيون، يعطيك العافيه. والله يوفقك ان شاء الله ومزيد من خطوات التالق ان شاء الله والنجاح. الله يرفع قدرك ابو حنين. الله يسعدك حبيبي، بالعكس هذا حقك وتستاهل اكثر من كذا. طبعا مشروع المواليد انا اعتقد انه هذا مشروع، لو انت في يوم من الايام كنا نسمع كثير من الافكار والاراء والطروحات الكثيرة اللي تتكلم على الناس عاشوا بيننا تولدوا بيننا على الأرض هذه المعطاءة، وحابين أن هم يعطوا الأرض هذه بكل ما عندهم من إمكانيات وقدرات، وكان في منهم كفاءات كثيرة كانت بتغادر أرض الوطن وما استفدنا منهم. اليوم هالشيء هذا صار حقيقة، في غضون أيام طلع القرار وبدأ الاستقطاب وبدأ الاكتشاف، وكان يعني يقف طالما يقف خلف مشروع كبير زي هذا هذا السلسلة الأشياء بكل تأكيد حيكون له النجاح، لأنه واضح أن الهدف كده. والأهم من هذا كله النجوم الكبار اللي أثروا الكرة السعودية في أيامها الذهبية، فؤاد أنور، حمزة إدريس، وحيسن، هم كانوا على رأس العمل الفني. ويعني اليوم حتى يعني أدونا بعض الأرقام، شافوا أكثر من 8000 شخص وطلعت النخبة هذه، فبكل تأكيد المجموعة هذه مميزة. بس باقي توفيق الله سبحانه وتعالى مع الأندية عشان يقدروا يتأقلموا ويعطوا وينجحوا إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة أنا أعتقد أن الحفل كان ناجح، الطريقة والآلية كانت رائعة جدا الصراحة، وهذا يحسب لكل القائمين عليه. كان في تنافس على بعض الأسماء، يمكن تعرف هذه البدايات ما تعطيك كل حاجة، لكن بكل تأكيد كانت خطوة رائعة، خطوة جبارة وخطوة سريعة. تضاف لنجاحات الهيئة واتحاد كرة القدم بكل تأكيد. لأنه الأسماء اللي شفناها والمواهب شفنا جزئيات، أنا أعتقد أنهم فعلا نواة مشروع ناجح. طبعا في النهاية طبعا كل شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اليوم احنا حرصنا انه من خلال هالمواهب هذه نشوف ايش حاجه الاتحاد. يعني انا من يعني انت اليوم بحثت عن الحاجه بالنسبه للخان ابو حنين؟ ايوه طبعا بكل تاكيد. يعني طبعا في الاسماء اللي كنا نتمنى ان تكون موجوده بس ما كانت موجوده، نسال الله لهم التوفيق في الاحتراف الخارجي. لكن من الاسماء اللي كانت معروضه وكان متاحه انك انت تتعاقد معاها كان احمد، يعني يتميز بحاجه انه هو يلعب في الوسط الايسر، وهذا الشيء احنا نحتاجه بالنسبه لليسار، لانه اغلب اللعيبه في الاتحاد يلعبوا باليمين، ما في احد بالرجل اليسرى، وهذا يمكن حاجه ان شاء الله يعني طبعا مع تاقلمه ومع توجيهات المدرب، ويمكن سبحان الله خير انه احنا ما عندنا تسجيل الفتره هذه، وهذا بكل تاكيد حيعطي فرصه اكثر للاعب احمد انه هو يتاقلم مع الانواع. طبعا هو ممكن يبدا تمارينه معانا ان شاء الله في الفتره القادمه. فهذه الثلاث اشهر من نهايه الموسم ويبدا ان شاء الله اعداد مع الفريق من خلال الموسم القادم، هذه تعطي له فرصه اكثر للتاقلم وتعود و يعني يدخل اجواء الاتحاد وبعدين يكون موجود في التشكيل. بالضبط. طبعا اللاعب في نادي كبير بسرعه كذا انا ما افضله. افضل انه هو يتاقلم تدريجي، وسبحان الله خيره انه جد بالطريقه هذه. طبعا احنا انا اعتقد انه من اليوم تكلمت مع المدرب وتكلمت مع المعد الكابتن بجمعه انه حيكون له في برنامج خاص للاعداد البدني. طبعا في بعض النواقص تعرف اللي بيلعب في الحاره غير اللي يلعب في النادي، صحيح يحتاج كثير من العمل فيها ان شاء الله باذن الله. عشان ان شاء الله يكون خرط مع المجموعه بشكل اكثر جديه واكثر جاهزيه. طيب ابو حنين انا بسالك، يعني اليوم جاني خبر انه حمد الصنيع بعد ما حضر وخلص اموره مع اللاعب مباشره سافر ثاني مره وكان عنده عقد رعايه. صحيح. اليوم احنا طبعا وقعنا مع تانيا للمياه، وحتكون هي المياه الرسميه لنادي الاتحاد. وهذا طبعا يعني بيجي من خلال الخطوات اللي احنا بنحاولها لتنميه مصادر النادي والحصول على رعاه
يكونوا شركاء نجاح ان شاء الله في الفتره القادمه. ونبحث عن الاسماء الجيده والمميزه اللي تبحث عن التالق والنجاح، مش عمليه بس مبلغ مدفوع وانتهى، لا، عمليه ان شاء الله شراكه من تاتي من خلالها برامج ينتفع منها النادي وينتفع فيها حتى جماهير النادي. بكل تاكيد يعني في اتفاق مع الاخوان في تانية انه حيكون في لهم برامج يظهروها حتى الجماهير ان شاء الله يستفيدوا منها. نعم. وهذا ما اعلن عنه اليوم الرئيس التنفيذي للشركه الثانيه. وان شاء الله باذن الله الخطوه هذه ان شاء الله تجي وراها خطوات. تعرف انت عمليه الرعاه اليوم لازم تكون حريص ودقيق في الاختيارات. صحيح. وعشان المكسب يكون اكثر وافضل وعم. يعني اليوم انت بتبحث عن الفائده الماليه للنادي، تبحث عن الفائده من خلال المنتجات، تبحث عن الفائده حتى للجماهير. صحيح. فان شاء الله باذن الله هذه الخطوات اللي بنبحث عنها في كل عقود الرعايه خلال الفتره القادمه. اسالك سؤال اخير ابو حنين استاذ حمد الصنيع على مباراه يوم السبت كلاسيكو امام الهلال. يعني انت قلت كلاسيكو الكره السعوديه بكل تاكيد يجمع بين فريقين كبار، وان شاء الله باذن الله يكون على الموعد ويقدموا الشيء المطلوب منهم. هي اكيد بكل تاكيد هي مجرد ثلاث نقاط، لكن لازم تعكس واقع الناديين هذا. الهلال طبعا بكل تاكيد متصدر الدوري وفي حاله فنيه جيده، لكن الاتحاد ان شاء الله بدا يرجع بالخطوات، ان كان تاخرنا شويه نوعا ما، لكن ان شاء الله ان احنا في الطريق الصحيح للعوده. احنا عندنا برضه طموح كبير للفوز في المباراه هذه باذن الله، عندنا طموح انه احنا ناخذ مركز متقدم في الدوري، وعندنا كمان طموح انه احنا ننافس في كاس سيدي خادم الحرمين الشريفين باذن الله. رئيس نادي الاتحاد الاستاذ حمد الصنيع، شكرا لك ابو حنين.